في القيروان والعاد 98.9 في تونس الكبرى اتخافير لي زون دو لا ستاسيون راديو بلاتين اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه هي سانتي 5.5. سانتي 5.5 سيزون 2 كل يوم اثنين للخميس في القيروان على الحياة اف ام وفي تونس الكبرى على راديو بلاتين. سانتي 5.5 صحتك بالدنيا. 3/5/2023 حلقة جديدة ومتجددة من برنامج سانتي 5.5، دونك ليميسيون سبيسيال سانتي. نحاولوا نطرحوا فيها جملة من المواضيع في علاقة بالصحة بصفة عامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل تليفوناتكم واستفساراتكم على 70 035 120، ناخذوها ونجاوبوكم عليها بحضور دونك ثلة من المختصين اللي حاضرين معنا في البلاتو. توت سويت سمر سمر. دونك في سانتي 5.5 اليوم نحكيو في ساعتنا الاولى على النزيف المتاتي من الجهاز الهضمي مع الدكتور رضيه الدبغي والدكتور سامي بن بارك طبيب جراح. وفي الو دكتور باش يكون موضوعنا سانتي 5.5. العديد من الازواج يشتكيو مشاكل في عدم الانجاب. اليوم في الو دكتور باش نحكيو على اهم الاسباب اللي تمنع الحمل بالنسبه للمراه والرجل، وشنية اهم الطرق المستعمله في المساعده على الانجاب. هذا وأكثر نعرفوه مع الدكتور أحمد الصخيري طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد ورئيس الجمعية التونسية للمساعدة على الإنجاب. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120 وإلا على 77 238 307. ما لكونوا في الموعد اليوم ماضي ساعتين متاع العشية في سانتي 5.5 على الحياة تفاق. سانتي 5.5 صحتك بالدنيا. مرحبا مرة أخرى بكل الناس اللي التحقت في الاستماع لنا، هذه هي سانتي 5.5 على الحياة فهم. نرجع على جملة من المواضيع الصحية بحضور ثلة من الأطباء والمختصين اللي حاضرين معنا. مرحبا بكل استفساراتكم وتليفوناتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كل الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا في تونس وإلا في القيروان. سعيد جدا بحضورها معي الدكتور رضي الدبغي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. مرحبا نصر الدين ومرحبا مستمعين الحياة فام. شكرا لك دكتورة، اليوم حضرت لنا دونك سوجي الحقيقة في غاية من الأهمية، هذاك علاش ضيفك اليوم حاضر معنا. حاضر معنا الدكتور سامي بن بارك، هو طبيب رئيس ومختص في الجراحة العامة. احنا كما تعرف الروبريك هذه هي عادة هي سيكوريزم إيسانتي، باش نشوفوا الإسعافات الأولية إذا كان فمعنا نزيف متأتي من الجهاز الهضمي. هذا هو اللي باش نشوفوه في سونتي سيكوريزم إيسانتي. سكوريزم اي سانتي. سكوريزم اي سانتي. مرحبا دكتور سامي، كان تعرفنا بسيادتك. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين حياه فهم. انا دكتور بن بارك سامي، طبيب رئيس مختص في الجراحه العامه مباشر في مستشفى الجزاء قيروان. مرحبا بك. دونك كيما كنت نحكي، دونك احنا عاده الحصص نتاعنا هي حصص توعويه خاصه في الاسعافات الاوليه، سواء كان قبل ما نوصلوا للستركتور سانيتير نتاعنا والا كذا يكونوا احنا المصاب يوصل للمستشفى. دونك احنا في العاده نعرفوا كونه نزيف اللي متخرج من الجهاز الهضمي. في العاده هو ساعات انا كي نبدا نقريهم ونقول لهم فما نزيف خارج من الفم، يعني فما حاجه مش نصف اذا كان احنا خارج البيت، يعني ينجم يكون من الفم كما ينجم يكون من الامعاء. دونك الحاله اللي نقول لهم باش يصعفوا المصاب بيان سور كيما حكينا برشا مرات في الاسعافات الاوليه خارج السيكتور سانيتير، هو انه اون دو راسوري المريض، نخليه يرتاح وماذا بينا في عود يرد والا كل النزيف اك الدم اللي خارج من الفم في عود معناه يحطوا في منشفة والا في منديله. احنا ديما نقول لهم ماذا بيك في اناء معناه يرد فك الإناء هذاك وإلا يكح فك الإناء هذاك باش احنا نشوفوا الطبيب المباشر في الأقسام الاستعجالية متاعنا باش يشوف الكمية والنوعية. دونك ساعات يسألوني يقول لي احنا مش لهي، دونك خاطر احنا ماذا بينا المصاب هذا في نسرع بالإسعاف نتاعو في المستشفى، خاطر الحالة ماهيش حالة نجم تكون حالة حرجة وتتطلب معناها تدخل جراحي. دونك نقولوا متأتي من الجهاز الهضمي وإلا من الفم، أنا ديما نقول لهم دونك نقول لهم حاجتين، شوفوا يا كح وإلا رد.
دونك نشوفوا الكونتيتي قد ايه، خاطر ساعات من الهول الدم اللي يخرج ساعات يجيك المستشفى ويقول لك راني باش نفرغ من الدم، ثقافي خويا يتكلم وقلت باش نفرغ من الدم، دونك الطبيب ما ينجمش بون سي فغي طبيب كلينيكمون معناه يشوفه كونه يتكلم ما عندوش ضغط معناها هابط وجهه ماهوش اصفر يتكلم، ينجم البو معناه استيمي كونه ماهوش في حاله حرجه، لكن احنا ماذا بينا يكون عنده يشوفوا احنا الكونتيتي، خاطر ينجم كيما يخليه عنده في المستشفى خاطر باش يتطلب الايواء نتاعو ونزيدوها الدم، كيما ينجم تكون المراقبه نتاعو 4-5 ساعات في المستشفى ونعمل ديكسبلوراسيون ومعناها ويتم ذلك معناها مع كل الاطراف احنا والطبيب المتدخل. دونك نقولوا احنا نسمع فينا توا اذا كان شخص رد الدم من فمه دونك ماذا بينا يحط الكميه في اناء، دونك الطبيب باش يشوف الكميه وباش يشوف ينجم خاطر هو يحدد ينجم يفهمها يشوفها كي راها يفهمها الطبيب يشوفها يا اما خارجه من الجهاز الهضمي والا متاتيه من الرئتين. دونك احنا اليوم باش ناخذوا الجانب اللي عاده اللي هي متاتيه من الجهاز الهضمي. دونك سيستم اذا كان شخص جينا في معناها في الاستعجال نتاعنا بيان سور باش تكونوا انتم موجودين في الاستعجال مع طبيب الخط الاول، دونك الحالات هذوما اذا كان شخص جاب لك معناها الكميه هذه نتاع الدم وجاب لك معناها الاناء اللي فيه الكميه نتاع الدم كيفاش تتعاملوا معاها هنا؟ شكرا. المريض لما يجي معناتها في القسم الاستعجالي عادة يجي معناها مرافق معناتها بديع مع العائلة نتاعو، وكما قلت انت معناتها ديما الانسان ما يزموش يهول الامر وما يزموش زاده يبسط الامر الى ابسط الحدود. دونك اول حاجه احنا نتعاملوا معها هي الدياغنوستيك معناتها التشخيص. التشخيص صحيح كما قلت سيادتك معناتها تشخيص انه خاطر يقول لك انا رديت الدم هو ينجم يكون هو ما ردش الدم ينجم يكون كح الدم وهذا مهم جدا على خاطر البريزون شارج معناتها بالنسبه للمريض ولا تفرق. احنا اول خطوه نعملوها هو انه نشخصوا الموضوع نشخصوا اسكو يعني السيفريه معناتها المريض قام يعني بعمليه يعني كما نقولوا قيء دموي والا هو معناتها كحه نتاع نفث دموي يعني كحه معناتها بعد كحه وهذا يفرق. بعد ما نشخصوا وصلنا احنا في مهمني انا معناتها كجراح بالنسبه لي مريض يعني انا بالنسبه لي رد الدم والا فما حاله اخرى ما يردش الدم يجي يقول لك المريض انا راني من البارح ولا من تو نهارين ولا ثلاثه ولا حتى جمعه التالي راني يمشي معايا الدم اللوطا من المخرج معناتها اسود يعني لونه اسود وجينيرال ما معناتها ظاهر يعني كيما نقولوا احنا السواد قاتم مش خاطر ربما البراز يعني يجب يكون تعاطي على السواد الميلينار هما يسموه الدم طريقه اكحل اسود وريحته الرائحه نتاعو معناتها في العاده تكون كريهه. وبالتالي احنا هذه المرحله الاولى مرحله التشخيص كيما ينجم معناها يكون دم معناها احمر وخارج من الفم اي كيما ينجم يكون انا ركزت على المنظر هذه خاطر هو ينجم يكون دم متدفق يعني من فم والا من الشرج لونه احمر بالشرج في العاده يكون لونه اسود اذا كان متاتي من الجهاز الهضمي. المرحله الثانيه اللي نمروا بها هو تشخيص الخطوره تاع النزيف هذا. احنا بالنسبه لنا احنا امام مريض يعني عامل نزيف متاتي من الجهاز الهضمي السفلي العلوي والا السفلي انا نقصد به العلوي يعني العلوي يعني فيما يهم المريء البلعوم احنا نقولوا المريء والا المعده والا الاثني عشر هذا السفلي العلوي. بالنسبه للجهاز الهضمي السفلي هو الامعاء الدقيقه الكولون والركتوم يعني الركتوم والأسفل ولا الشرج بصفة عامة هذا هو يعني المرحلة الثانية هي مرحلة تشخيص الخطورة والخطورة وبطبيعة في نفس الوقت ناخذ المريض معناتها على حسب درجة الخطورة هذيك يا ما عندها مثلا ندخلوا في مرحلة الإنعاش إذا كان المريض في حالة حرجة إذا كان مش في حالة حرجة بطبيعة ندخلوا في مرحلة التشخيص منين متأتي بالضبط
معناتها باش تكون ان البريزون شارج معناتها تاع المريض تكون في معناتها تكون متناسقه. اي هو احنا معناها الشخص اللي يجينا نشوفوا الحاله العامه نتاعو، اذا كان لقاه في حاله صد اللي احنا نسميوه بالفرنسي اونيتا شوك، وقتها فما لابريس اون شارج نتاعو رابيد، ومن بعد يقع التشخيص شنو. اذا كان في الحالات الاخرى نجم يكون مثلا كحه شويه دم ولا رد شويه دم، وهو الحاله نتاعو ماهيش حرجه. دونك كيفاش تعاملوا معاه هنا؟ يعني التشخيص نتاعو يقعد في الاستعجالي ويقع التشخيص نتاعو مراقبته والتشخيص. هو في العادة يعني أي نزيف متأتي من الجهاز الهضمي هو يعني يستوجب الإيواء بالمستشفى. فوالا دونك هذي يمشي يقعد. أي فوالا ما نستهانوش به، يعني نقولوا هاو رد شوية ولا رد برشا وكل شيء. احنا عندنا يعني المعايير نتاعنا بالتشخيص والفحص، يعني الفحص السريري ولا الفحص البيولوجي للدم وكذا، ثم وسائل تخلينا نفهموا درجة الخطورة هذه حاجة. أما في أغلب الحالات ولا نقول كان ما قلتش الحالات يقع إيواء المريض بالمستشفى، يعني وحسب درجة الخطورة، يا إما تكون كان الخطورة نتاعه متوسطة ولا ضعيفة، ونقولوا احنا ان الإيواء يكون نتاعه في القسم الجراحة في القسم الإيواء الطبيعي مثلا. إذا كان في حالة صد يكون يعني في الإنعاش، يعني عن طريق الطبيب الإنعاش هو ياخذ أون شارج، واحنا بيان سور معناتها في نفس الوقت معناتها متابعة مستمرة ومعناتها كونكوميتونت معناتها بين يعني الطبيب الإنعاش وطبيب الجراحة. هو دكتور مثلا كيجيك يقول لك أني رديت الدم، دونك احنا باش يكون معناها اسئله متوجهه للعائله نتاعو اللي هو باش نجمو احنا نفرقوا اسكو رد والا نفض، معناها كما قلت انت كحد دم. كيفاش تتم العمليه هذه؟ العمليه في العاده هي بالاسئله الدقيقه، يعني نثبتوا مع المريض احنا نقولوا يعني اوكي بوليسيير باش نكون منيح معناها دقيقه، من اسئله دقيقه وموجهه. يعني نتوجه للمريض، وحتى اذا كان المريض ماهوش في حاله وعي معناتها كامله نتوجه حتى للاقارب نتاعو العائله هو باش نحددوا يعني المريض يرد معناتها في حاله قيء والا معناتها في حالة يعني بعد كحة يعني. وبطبيعة إذا كان في حالة كحة هذية يهم الصدر وأشياء أخرى معناتها أسباب أخرى، وإذا كان بعد قيء يعني هذا متأتي بطبيعة من الجهاز الهضمي. فوالا هو ساعات إذا كان المريض جاب لك الإناء وفيه الدم نجمو تشخصه معناها من النوعية متاع الدم منين متأتي، أسكو من جهاز من الجهاز الهضمي اسم الله عليك مدام راضية، دونك اما معناها النزيف من نوعية الدم وين اكزاكتومون في الجهاز الهضمي، يعني تنجم حتى من الكاليتي من معناها اللون متاع الدم، اما انه اسود برشا ولا يكون دم معناها خفيف ولا دم عادي، نجم نعرف دكتور منين بالضبط؟ هذيك المرحله احنا تو مازلنا في المرحله الاولى، احنا مازلنا في القسم الاستعجالي، هذا مش مهم. المهم يعني السؤال الاول اللي لازم نجاوبوا عليه انه باش نفرقوا هذا مريض يعني تابع للقسم الامراض الصدريه وغيره متادي من الصدر والا متادي من الجهاز هذا، وبعد نتحولوا بعد مرحله ثانيه باش نشخصوا النزيف موقع النزيف فين. بيان سور احنا بالنسبه لموقع النزيف هذا باش تحدد اول حاجه نعملوها هي نعملوا الكشف بالمنظار. هو هذه اول مرحله، خاصه اذا كان الرد معناتها القيء يكون معناتها قيء دموي يعني متاتي من الجهاز الهضمي العلوي، يعني يكون يعني التشخيص نتاعو بالمنظار. ساعات يقول لك هم يسمو اونجي معناتها المورد كميه كبيره نتاع الدم. نعم معناتها بالنسبه هذا يعني هذا هو اللي حدد يعني اللي مش يحدد لنا كيفاش تكون انه المتابعه نتاع المريض ومداواته كيفاش مش تكون يعني هي اول حاله هذيك معناتها هي المتابعه الساعات الاولى هي اللي مش تحدد. اذا كان احنا مش نواصل مع المريض بطريقه طبيه بحته بالمداوات بالادويه والا مداوات ولا تدخل جراحي يكون معناتها في وقته في اوانه. يعني دكتور هو تنجمش تفسر لنا ولا تعطينا لمحه على انواع النزيف المتاتيه من جهاز الهضم؟ طيب احنا قلنا من الاول قلنا انه يكون هو الشكل معناتها هو مش انت سالتني سيادتك الشكل ولا لونه، هو اللون مش مهم. اذا مش مهم انه يكون في معناتها القيء دموي مش مهم، اما اذا كان يكون متاتي من الشرج هذا مهم. ليش؟ بمعنى
على خاطر يكون لما يكون معناتها النزيف متاتي من الفم يعني عن طريق القيء هذا يعني كما قلت لك يعني اغلب الاحيان وكان ما نقولوش 100% يكون معناتها متاتي من الجهاز الهضمي العلوي اللي هو من المريء حتى لين متى الى ال 12. احنا باللغه العاميه نقولوا من فم المعده يعني فم المعده, فم المعدة وانت معناها معده وبعد البلعوم البلعوم والمعده وال 12 حتى لين حتى لين يوصل معناها اخر المعده الى بدايه الامعاء الدقيقه. هذا معناتها يخرج في 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 صوره يعني ولا في شكل يعني معناتها دم قي. واضح قي دموي احمر والا ينجم يكون ديجيري معناها يكون يعني تهضم الدم هذاك قاعد في المعده خلط مع الماكله في وسط المعده وكل بعد يخرج حتى يعني لونه متغير شويه معناها مش بالشرط يكون احمر قاطع الجنرالمون الاسباب الاسباب هي معناتها الاسباب معناتها الشائعه اكثر شائعه هي القرحه القرحه في المعده القرحه في المعده وكل وقت اللي يكون يعني يكون يعني متقدم يعني الخطوره بتاعه تكون اكثر يعني يعني الاعراض الكومبليكاسيون بتاعه معناتها يكون تكون انه في شكل دم في شكل في شكل يعني كما نقول القيء دموي والقرح في دكتور معناها فما برشا معناها عبيد انهم قاعدين عندهم المشكل هذه لكن قاعدين يغطوا في النظر ديما راهو فيهم احنا في العيادات تلقى يجي يقول لك انا عندي مشاكل في المعده نحس ما عندي وجاعه اما راني نشرب ديما في فمودين احنا عندنا باه نتخبى على الدواء نتاع المعده وهذا نلاحظوا فيه احنا حتى اطباء الخط الاول ديما المشاكل نتاعو تو نتعرضوا لهم بعد نصيحه على استعمال المفرط للادويه هذه حتى من ساعات يجيك في حاله اخرى وتلقى مثلا عنده هو دي فاكتور اخرين يتكيف بزور دالكول كل دونك هذاك ينجم لا قدر الله يا اما يعمل ايموراجي وساعات ينجم في حالات اخرى ينجم يبرأك الجرح تلقى جرح على في المستوى المعده وكل وينجم يعمل كان صلح لي يا دكتور ستينوس صحيح. ستينوس دو بيلور اللي هو ساعات بالوقت معناها يقلق وتصير مشاكل صحية كبيرة وإحنا خطنا نغضوا في النظر عليه ومش نقعدين ما عطيناش أهمية لك المشاكل اللي ديما إحنا نشكيو منها في المعدة صحيح. هو في العادة هو الحاجة الشائعة هو دو أنه القرح الإنسان عنده قرح أنه يمر بمراحل مرتها كثيرة مرحلة نجم يكون من المرحلة البسيطة اللي هو قرح عادي يعني يسبب أوجاع وكذا في مرحلة ثانية يمر للي كومبليكاسيون هذوما مضاعفات نتاعو تجم تكون من شكل دموي يعني نزيف لازم تكون في شكل ضيق تضيق معناتها في المستوى ال 12 بدايه ال 12 والا ينجم يكون في شكل يعني ثقب يعني في المعده ولا في في في, في الامعاء ال 12 ويتسبب هكا في 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 تلوث مضاعفات تخطير مضاعفات تخطير مي احنا باش نكونوا توا باش نكونوا معناتها اي بالنسبه توا للقرح كما قلت لك يعني بالنسبه لي هو يعني الانسان ما يستهانش بالاشياء مش عنده انبجاع في المعده يمشي ياخذ الادويه هذه اللي هي مضاده للتقرحات ما يلزم يكون متابعه دقيقه عن طريق طبيب الجهاز الهضمي اللي هو المباشر الرئيسي للامراض هذه وهو يشخص اذا كان مريض هذاك يعني قداش يلزمه خاطر ينجم يكون هو ياخذ الادويه هذه مسكنات مده اسبوع ولا حتى 10 ايام وبعد كل واحد وهو في غالب الاحيان هي الادويه هذه تستعمل لمده شهر على الاقل شيء شهر باش نكون نقولوا احنا اخذينا اون شارج المريض هذا معناتها بصفه باهيه وبصفه معناتها والمتابعه دكتور لازمها تكون دوريه معناها باش مثال نجم الطبيب يعطيه دواء كما كانت تحكي الدكتوره راديه يقول له ارجع لي مثال الشهر الجاي الشهر الجاي نجم الطبيب مثال يشوف انه الدواء هذاك ذروا اكثر من اللي نفعه والا ما يمشيش معاه فانه يبدله فما مرضى كي ما يرجعوش للمواعيد الطبيه نتاعهم فانه يواصل معناها يستهلك الادويه هذه وحده اكزاكتومون هذيك عليه هذيك ما يلزمش يكون هذيك على شيء وحتى فما حاجه اخرى ننتبهوا لها برشا اللي يكون الانسان نجم يكون هو حامل يكون عنده اعراض نتاع قرح هو في حقيقه الامر ماهوش قرح ينجم يتبلور في صوره نزيف وهو ماهوش قرح هو ينجم يكون معناتها يكاش معناتها يخبي يعني حاجه اخرى اللي هي تكون خبيثه خاصه في على مستوى المعده
المعدة أو المعدة نجم نشوفه قرح شكل وقرح أما هو موش قرح في خلالات موش بيشتخذ له دواء وانتهى الموضوع. إذا كانش مهم المنظار أول حاجة نعملوها هي المنظار مهمة جدا إذا كان الطبيب وقتها يستأخر في أكثر الحالات يعني بيان سور إحنا في مش في الحالة النزيف النزيف نبعد ولا أي أخذ عينة ولا حاجة أما بعد نبرمجه مع المريض أنه نأخذ له عينة باش نفرقه أسكو هو يعني قرح يعني عادي بناء وإلا حاجة تنجم تكون خبيثة. هذا السبب الرئيسي والأول مثل الشائع للنزيف المتأتي من الجهاز الهضمي العلوي. السبب الثاني اللي هو مزاد موجود مي هو اللي هو المتسبب فيه هو التليف الكبدي الكبدي يكون عنده الإنسان عنده تليف تليف كبدي ويتسبب في تمططات وتمددات في الأجهزة في الأنسجة والمثل في الأوردة متاع المريء وبالتالي هكذا الأنزة ذيك يوصل في أوقات معينة في درجات معينة أن تنفتح وتخرج الدم ويخرج في قالب معنا في صورة يعني قيء دموي هذوما نوع ثاني ما احنا مش بنركزوا برشا عليها الموضوع هذا يعني نجم يكون من كبدة كما نجم يكون من الجهاز الهضمي اللي هو العلوي أيوة هو لا ما هو كل تابع الجهاز الهضمي العلوي مي الأصل الأصيل أصل بعد المرض بتاعه هو تليف كبدي هو متسبب فيها ليفاريس هذا يسموه ليفاريس وزوفاجيان اللي هما تمددات في الأوردة متاع المريء فما أسباب أخرى ماهيش كثيرة برشا موجودة اللي هي الورم نجم يكون ورم ورم خبيث ويتبلور مريض ما يشعرش به ما يعطيش أهمية ويجي وقت نوقات يجي رد الدم وإحنا وقت نكتشفه الورم كيف في الوقت هذا كيف في الحالة ذيك دكتور أنت قلت هو نجم يكون ورم الحقيقة في العقلية متاعنا إحنا عنا حاجات نخافه منها كما مثال يقول لك ردية الدم راهو طول هذه حاجة يخاف منها إلا ربما تكون حاجة خبيثة دونك فات فيت يسرع ويمشي يشوف الطبيب متاعه أي صحيح هو تو الإنسان أنا اللي حسب تجربتي المتواضعة هو أنه في الأنواع الناس أنواع وفما شكون هو في العادة اللي يخاف فما شكون اللي معناها ما يهتمش فما وعي ولا مش نركزوا مع الناس هذوما خاطر الناس اللي هما تمشي تجري وتقول لك أنا رديك قلت أنت فرق بالدم وكذا وكذا هذيكم ما يخافوش منهم بالعكس هكوما سيزون دي معناتها الليمبات اللي هي بالحق معناتها البريزونشاج نتاعهم سهله الخاطر مش يعطيك معناتها مش يكون معناتها يطاوع معناتها في الـ في الـ في معناتها مواظب للمتابعه الطبيه نتاعو مواظب ما عندوش حتى اشكال تبقى احنا الاشكال نتاعنا مع الناس اللي هي ما تعطيش الامر اهميه يقول لك انا ربما هذيك معناها حكايه فارغه معابره جاتني مرة وسا أما نجم خاصة سي سامي البيرسونيل لا سونتي مهني الصحة إلا حضنيه مهني الصحة ديما ياخذوا الأمور معناها مش بجدية بجدية كبيرة صحيح وهيك ساعات نلقاو معناها نتفاجئوا بعبيد معناها من مهني الصحة تكون عندهم أمراض ويكون مرض غايب وتفشى معناها في جسمه دونك ديما نقول لهم احنا كنا عامة ساعات نخاف ونحط روسنا في ايفيكتيفمون هو دونك علاش احنا مهني الصحه ديما نقولوا لهم نتفقدوا رواحنا خاطر احنا ديما نقولوها احنا ديما نسينا رواحنا دونك احنا ماذا بينا زاد كيف كيف نفهم واش قاعد يصير على الصحه اما اون سالاغت زاد اذا كان عندنا مشكل صحي ما فيها باس نتوجهوا لاصحابنا الاطباء نتاعنا نقولوا شنو هو المشكل اللي عندنا باش احنا يقع البريز اون شارج نتاعنا دونك نكملوا في الثاني تو الجزء الثاني اللي هو احنا قلنا قسمناهم باش نفهم المستمعين يفهموا الكليه نتاع النزيف هذا متاتي بالجهاز الهضمي كونه احنا قسمناهم جهاز السفلي العلوي وبعد السفلي السفلي ايش معناها السفلي يكون متاتي من الامعاء الدقيقه ولا من الكولون اللي هو الامعاء الغليظه والا من الركتوم اللي هو اخر الامعاء الدقيقه الغليظه والا من الشرج بيدو يعني السبب هذاك وفي العادة في أغلب الأعمال نجم يكون يخرج النزيف يتبلور في حالتين هي نجم يكون دم أحمر وإلا يكون دم أسود قاتم أكحل قاتم كما يشبه ياسر الجنزيف اللي جاي متأتي من الجهاز الهضمي العلوي فهمت كيفاش ودكتور لنا لون الدم والفرق ما بين لون الدم ثم القاتم ثم اللون العادي ما يبقى شبه خطورة معناها في الاختلاف في الألوان لنا
هي مش في الخطورة، هي 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 هذه معناتها تحيلنا إلى نجم تقول المكان بتاع النزيف. قد ما يكون المكان أعلى كل ما يخرج الدم يخرج قاتم. أيوة. مثلا هو هو نجم يكون نزيف متأتي من الجهاز السفلي معناتها الجهاز العلوي الهضمي السفلي من اول امعاء الدقيقه. يقول قائل كيفاش مش يخرج؟ احنا نقولوا احنا مش يخرج احمر، لا ما يخرج احمر على خاطر مشي مر بمسافه كبيره لين يولي يوصل يخرج اسود. هذاك علاش تخلط بالماء كيما نقولوا احنا قطره ساعات تلقاها التهاب بسيط كيما نقولوا احنا قطره قطره يبدا يمشي بشويه 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 بشويه, بشوية, بشوية حتى لين تولي كميه كبيره. ساعات معناها يفيق به المريض كذا اللي يكون عنده انيمي مع انيميا وكل نشوفوا نقاو نعملوا زيكزام وكل فمكونوا السيدة ذي تقاه يقول لك رو أنا مثلا اللون بتاع هليمات هذه الأخرى راني نحس فيك ندخل التواليت فما تأثير الماء متاعي ماهيش عادي. دونك الطبيب وقتها يعمل تحاليل ويسأل وإلى معناها يزيد يكون سؤالاته متعمقة باش يفهم مين بالضبط معناها صحيح هو دور هذي من التشخيص متاعه من أشياء ما التقصي المبكر الأمراض أخرى من غير مرتب في التفاصيل هو انه ماذا نبحث على الكريات الحمراء الكريات الحمراء والدم موجود يعني بالميكروسكوب يعني مش بالعين مجرده في الـ في الـ في البراز هذاك في البراز في التقصي المبكر هو على ذكر هذاك سي سامي. دونك فوالا اكزاكتومون هما اطباء الخط الاول عن البرنامج الوطني للحد من انتشار سرطان الكولون. دونك مالي تيست رابيد دونك هذاك ما دي كريتير اللي اعمارهم اكثر من 65 سنه ابارامون واللي عندهم لي زونتيسيدون فاميليال نتاع الامراض هذه. دونك احنا يعمل الطبيب المباشر والطبيب الخط الاول يعمل ان تيست رابيد كيما الكاسيت كيما تروها. دونك تاثير الماء نتاعو تاثير الماء ناخذوها معناها عينه ثلاثه مرات في ناخذوا منها من ثلاث اماكن ماك البراز هذاك ونحطوا مع ماده اخرى ان شاء الله مره جايه نجيبوه تيست باش نوريه لكم. ودونك ويتحط على الكاسيت هذيك ودونك نشوفوا اذا كان فما لي دو تري يعني دو تري معناها كيما تيست دو غروسيس. دونك فما راهو دم موجود فك البراز. دونك هذاك يقع التشخيص هذيك التقصي مبكر قبل ما لا قدر الله قبل ما يظهر حتى اعراض فوالا قبل ما تظهر عليه اعراض. والتيست هذا النتيجه نتاعو كيفاش تكون معناها ايميدياتمون اكزاكتومون. دونك احنا وقتيه بيان سور تبقى معناها الشخص هذايا وناخذوا منك العينه هذيك وبالوقت احنا نشوفوا ويقع توجيهه لاطباء الجهاز الهضمي باش يقع على التشخيص بالمنظار باش نشوف ماشي حاجه فك الجهاز الهضمي اللي هو سورتو الكولون فماشي مشكل غادي اللي هو تسبب فك الدم هذاك. هذه بالنسبه للتقصي المبكر كان فما دم معناها خارج من من الجهاز الهضمي السفلي فوالا. وفي العاده تو احنا تو كيما بوابنا العلوي تو بالنسبه للسفلي يعني الحاجه اللي هي نخاف منها برشا هي الورم. الورم هو يخرج معناها في معناتها يتبل معناتها اول معناتها ينجم يكون في صوره يعني نزيف يعني تاتي ولا يعني بيان سور ينجم يكون كما قلت لك يعني انت واللوكال معناتها المكان اللي تقع فيه ينجم يكون في الامعاء الدقيقه ويخرج يعني يخرج احمر ولا يخرج اسود اذا كان انت حتى سرعه البراز كيفاش يخرج. قد ما يقعد البراز اكثر قد ما يكون قاتم. يخرج قاتم الورم. دونك يعني اكثر حاجه هذه يعني بالنسبه لنا سين دالارم يعني فهمت. وبالنسبه فما اسباب اخرى هي مش معروفه يعني شائعه في المجتمع معناتها شائعه ما نكوى معناتها مش حتى ممكن تفسيرها ممكن يصعب شويه. هو فما بون بس الامور فما ساعات الامعاء الدقيقه الغليظه خاصه الامعاء الغليظه يكون فما يعني خلل في على مستوى الانسجه نتاع الاورده وماهيش ورم وماهيش جروح ماهيش قد تقرحات مي هي يعني تشوهات في على مستوى الغشاء المخاطي نتاع الكولون خاصه لي زانجيو دي انجيو ديسبلازي يعني تولي معناتها الانسجه ديال الوالديه او الوالديه الدقيقه تسيب الدم وتعمل لنا دكتور التشوهات هذه يعني تتخلق او انها تخلق مع الانسان يكون هكاك مثلا عنده تشوهات
اي معناتها هي معناتها ما عندهاش اسباب واضحه خلق ماذا ممكن ياسر يعيش طول عمره ما عنده حتى شيء يجي في جينيرالمون هي تجي في الاخر معناتها عمر تقل كهل ولا اكثر من العمر معناها يكون كهل ولا اكثر يعني 50 55 60 سنه يكتشف الشيء هذا ما تقاهش تقاهش عند الصغار شائعه برشا فما الثوليد ثوليد اللي هما لي ديفيرتيكولوز ديفيرتيكولوز ديفيرتيكول معناها في صور ما في صوره يعني يعني كيما نقولوا هي نوع من التشوهات على مستوى القشرة الخارجية بتاع الكولون يعني تعطي نجم تصير أساتام موت ولي تنجم تعطي النزيف ونكتشفها بالنزيف فما صور اخرى يعني تنجم تعمل انفكسيون تعمل تنجم تعمل اي حاجه تنجم تعمل بيرفوراسيون تعمل بيريتوني بكل مي الليمورجي زاد وارده في الحكايه دي فما 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 اسباب اخرى بسيطه هي مي لازمنا نقولوها يعني على مستوى الشرج يعني نجم يكون العذر يعني قليت للاخر هذا بالعاني علاش لانه اسباب بسيطه تنجم تكون هذا علاقه على خاطر مش يعني بامال دو فوا انه مريض يخسر معناتها بريزون شارج باهيه على خاطر مش بانه عنده عذر وانتهى الموضوع عنده دم يهبط عذر وانتهى الموضوع عذر ياخذ واه ويقعد هكاك الوقت يمر بدون تقصي بدون استكشافات بدون كذا هو وراء ورم على مستوى على مستوى المستقيم ولا على مستوى اي 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 مكان معناتها في الكولو هذاك علاش انا خليته الاخراني على خاطر هو معناتها حاجه يلزم نردوا بالنا برشا مش نقولوا عنده عذر عنده دم هابط عذر فهمت فما اسباب اخرى كيما زاد سي سامي ما نقولوش ديما معناها عندي دم يمكن عندي حاجه خايب خاطر نجم يكون سير احنا علاش نخوفوا في العباد اما يلزم مش كل ما هو دم خارج من المخرج جاي حاجه خايب فوالا احنا يلزمنا لازم نكونوا يعني فيجيلون لازم نكونوا معناتها حذرين على معناتها فما حاجه لازم نشوف جسكوبو معناتها اذا كان لازم نشوف بالمنظار شوف شو مش ما فماش اذا كان فما حاجه تستدعي انه ناخذ منها عينه ناخذ عينه يكون ياسر حتى فما اسباب اللي هي مو تظهر حتى ورم راه وبالاخذ ناخذ عينه ما نلقاوش شيء باش نلقاو حاجه اخرى هذا هو معناتها بصفة عامة معناتها الأسباب الرئيسية والشائعة للنزيف المتأتي من الجهاز الهضمي وهما عادة دكتور سامي فما دي فاكتور دو ريسك كيما أي حاجة دونك فما مخلفة يتقام عنده حاجة معناها فاميليا في العائلة ولا في جينات وكل لكن فما دي فاكتور دو ريسك اللي هما يتسببوا في المشاكل هذه اللي احنا نعرفوا أين هو لو تابا الماكلة الغير الصحية اللي هي اللي مشبعة بالدهنيات وباللحوم الحمراء دونك هذوكم من المشاكل الصحية اللي تسبب لنا دي فاكتور دو ريسك بوغ معناها نقولوا احنا يسرعوا والا يعاونوا في ظهور المشاكل المضاعفات هذه خاطر احنا ديما نقول انا ليكزامبل اذا كان انت باش ترمي بذرة في التراب مش كما تبري بذرة في السمين والا في الزليز سي با كيف كيف دونك فما دي فاكتور دو ريسك دونك راهو نتوقعوا معناها فما حاجات يعني تنجم تصير هكا علاش احنا الماكله نتاعنا الصحيه نبعدوا على الماكله اللي مشبعه بالدهنيات نبعدوا على الماكله السريعه نبعدوا على التدخين على الكحول ناكلوا حاجه اللي هما لي فيبر دونك هذوما يعاونوا برشا على الاقل وما فيها بس نعم طون زون طون تفقيده وما نقول لهم انا فيس بوغ فوار اسكو عندي حاجه دم معناها مش قاعد نشوف فيه واذا كان عندي انا مشاكل صحيه بار اكزامبل في العائله ومتوي معناها خاصه اللي عندهم الاورام دونك احنا ماذا بيا ينجموا يعملوا سكون ابيل التقصي المبكر قبل ما تكون الحاله متعكره والا تتفشل صحيح دونك كلمه ليك سي سامي باش احنا ماذا بينا نسمع فينا هما النصائح باش ما نوصلوش احنا للمشاكل هذه الصحيه طيب بالنسبه لكم كما قلت يعني كنا نحكيوا يعني الاسباب
لكن احنا نعرفوا الاسباب نجموا من وقتها نجموا نستخلصوا شنو نجموا نعملوا باش نتفاداو الاشياء اللي هي تسبب لنا في المضاعفات. كما قلنا انه بالنسبه تو للقرح يعني اسبابه واضحه معناتها معروفه يعني انه التدخين كما قلت شرب الكحول الماكله معناتها الغير صحيه اللي هي معناتها فيها يعني نقولوا احنا الدهن الدهنيات الدهنيات وغيره الحاجات في الاكحل وكذا وفما زاد الاستهلاك المفرط للشاركوتيري اللي هو معناتها الدجاج ومشتقات اللحوم البيضاء زاد الاستهلاك المفرط سبب في القرح وبدرجه ثانيه بطبيعه مضاعفات القرح ومضاعفات. فما بعض الادويه بعض الادويه بطبيعه الادويه هي مضادة الروماتيزم والحكايات هذيك علاش احنا اغلب الاحيان اي حاجه تقلق المعده نعطيو معها يعني المضادات اللي تغلف المعده باش ما يلقاش الاتهام. بالنسبه للنزيف السفلي بطبيعه كما قلت انا نركز اكثر وقلتها ونزيد نعاودها انه حتى كان انسان عنده عذر ما يقفش عند حد هذاك خاصه اللي كان كيبدا في عمر اللي كونه عمر متقدم ما نقولوش احنا عذر وانتهى الموضوع نقعد نجم تكون عوامل اخرى وخاصه بالنسبه لل يعني باش نتفاداو مثلا الاورام اللي هي موجوده على مستوى المستقيم ولا غير الكولون يعني من اسباب الاعراض كما قلت سيادتك هو الاستهلاك يعني قله استهلاك الالياف لازم نستعمل برشا موجوده في الخضر ولا واستعمال ولا الاستهلاك المفرط للحوم بروتينات الحيوانيه هذيك من احنا ديما ماذا بينا دون افراط ولا تفريط لا ولا تفريط تكون معناتها ريجيم يعني اكيليبري. شكرا ليك دكتور سامي مبارك على حضورك معنا اليوم. شكرا دكتورة راضيه دبغي يعطيكم الصحه على الموضوع الهام اللي سلط عليه الضوء اليوم دونك اهم الاسباب اسباب النزيف المتاتي من الجهاز الهضمي حكينا على المستوى العلوي والمستوى السفلي. سينو احنا نخرجوا موسيقى بعد شويه. الو دكتور خليكم مع الموسيقى. موسيقى. باي باي.